صحيح الكابتن محمد فاروق، يمكن منصة يلا كورة برضه نشرته وقالت فيه نقلا عن الكابتن محمد فاروق في تصريح خطير جدا. محمد فاروق قال بالأمس: تقرير الحكم أدان جوميز في واقعة المصري وعدم معاقبته ليست مسؤوليتي. الحكم كتب تقرير، نعم، وجوميز اتحول لجنة انضباط، صحيح، وتم استدعائه أكتر مرة وما جاش. صحيح. ده فين العقوبة؟ طيب، ما دي أزمة تانية. احنا كنا أصلا بعيدة حتى عن التقرير، احنا شفنا المشهد. كان في المشهد في المباراة دي إن جوميز بالفعل يعني ما يشبه الاعتداء على الحكم، عاطف حسين، الحكم الرابع. وبالتالي كان لازم ساعتها، ما بص يا محمد، بره ايه الميزه عندهم؟ الحداث زي دي لو في وقعه زي دي على طول بياخد فيها قرار فوري. ليه؟ عشان يحجم. انك تسيب الموضوع في الدرج بينيم دخل في الدنيا. ال4 شهور، وايه؟ سواء بقى الزمالك او اهلي او كله. هي الفكره في حته ايه؟ انت في النقطه بتاعت الاخطاء اللي هي الايه؟ الغير الرياضيه، لازم يبقى قرارك فيها اسرع من قرارك في امور رياضيه. ليه؟ عشان يعني ترسي المبدا للناس كلها تتعلم. ده ما يحصلش، ده ما بيتمش، ده ما ينفع. احنا ممكن في الماتش نختلف على تسلل، مش عارف نختلف على ايه بتاع، اوكي تمام، لكن ما ينفعش احد افراد اي فريق انه يتعدى على حكم المباراه. حتى انا في مباراه الزمالك وبيراميدز، اعتقد في السوبر، المباراه اللي كان فيها مشاكل برضه، حصل وقائع ساعه لما كان الحكم بيراجع البنالتي بتاع بيراميدز، وكان في حاجات حصلت عند شاشه شفنا الفار. فيديوهات. هي الفكره في حته ايه؟ تاني، فكره ان انت بتحل الامور بالتسويف وبتوزن، ده امر خاطئ وما بيعلمش حد ان هو يخلي باله في تصرفاته داخل الملعب.